نتالي معلش تعملي لي كاسة حليب؟ نعم تعملي كاسة ماما. نعم معلش جوليا تكون هلا ام العلي. بدك جوليا تصير ام العلي؟ ايه والله حلوة الفكرة. شو رأيك جوليا؟ شكلك نحسانة لأنه نتالي عملت يوم كامل تكون هي ام العلي وتجيب له كل الأغراض. هلا معناها دورك جوليا، لازم انت تصيري ام العلي وتديري بالك عليه. اوكي اوكي يلا علوشي من هون ورايح اليوم كله اذا بدك تطلب اي طلب بتقول لاختك جوليا هي تعمل لك اياه. جوليا هي روبلوكس ولا جوليا؟ جوليا هي بتقرر. اوكي ما في روبلوكس. لا هي امك ما بتخليك تعمل روبلوكس. اوه أول شيء لازم تروح أحسن شيء ماشي سادة. والله منيح برافو عليك عملتيها. قلتي له يغسل وشه يفرش اسنانه ليروح شوفه عم يسمع كلامك. لازم امك تيجي تساعدك. شو هالامك هي؟ خذ ماما. يي وقعوا كل الاغراض لعلي. يلا هيا هون هتمسك لك اياها انا. يلا فرشي اسنانك علي البطل. ياي كترت معجون يا علي. يلا اتس فاين فرشي اسنانك. هيك قالت امك جوليا مشان تلعبك روبلوكس لازم تفرشي اسنانك وتغسل وشك. ياي ياي صارت تضوي فرشايتك يا علي. فرشايتك عم تضوي. يلا فرشي اسنانك منيح. برافو عليك يا بطل. برافو عليك يا شاطر. والله امك جوليا عم تعرف تربيك. جوليا حبيبتي بما انه علي بالحمام فيك تطبي الغسيلات؟ ليكي الغسيلات ناشرتهم على الشوفاج. معلش علي روح نطبي الغسيلات. لا وما بسلامتي يا ربي. شو هالحاله هاي؟ شو هالامر الجديده هاي؟ لسه ما بصير اعمل هيك وما بصير اعمل هيك ولازم كمان اعمل الشغلات اللي هي بتعملها. ما عجبتني هالام ماما شاي انتي امي. يلا حبيبي ارجع لازم هي لعبه ونكملها. يلا حاضر. معناها ما رح تلعب روبلوكس لازم تضبي انتي وياه. بس علوش قال بس انت بدك تطبي الغسيله. جوليا ذيس از نوت فاني. غيري له المهمه. اوكي علي شو رايك تروح تجري جليا؟ لا يجري جليا. تعالي فكره حلوه امشي روح نجري جليا. ما بده تعبتي. شو هالروبلوكس هذا لازم كلياته يشتغل يشتغل. سويت له شغله واحده عشان يروحوا بهالشي سالم. صحيح بس بغى شغله واحده فرشي اسنانك وغسل وشك. فرجينا اسنانك صاروا نضاف. واو ما انضفوا. شو بده يعمل؟ رح يسوي غسيلات او يسوي جليات. يي قاعده تساوي الغسيلات او الجليات. علي علي او بالضبط غرفتي غرفه ماما او غرفه سالم. لا هيك كتير هو لساته عمره 4 سنين انتي لازم تعطيه تعملي له غرفتي وغرفة ماما. لا اوكي غرفتي. نتالي يا نتالي. نعم جوليا كتير شديدة مع علي. مو مثلك انتي كنتي دايرة بالك عليه ومدللتي. انتي كنتي سبويلد هيم عم تدللي اكسترا بس جوليا عم تعلمه. اخذ تليفوني بس امك ما سمحت لها. لازم تسمع كلام امك يا جوليا. اعطيني اياه. علي علي اوكي روح نام. هلا هيك اللي بده يضب الغسيله. سيري باربي لازم تضب الغسيله. باربي بدك تضبي الغسيله؟ لا لا شوف امك هلا بتصير تصير الحجه انتظام بعدين. علي علي روح تضرب غسيلات او ام
الغسيلات رح تجي. انتظام بدها تجي اذا ما ضبيت الغسيلات علي. ما بدك تضب الغسيلات؟ ما بدك تضب. اوكي شاي انا رح دقلها. طيب دقيلها لنشوف. الو انتظام فيك تجي لهون؟ اوكي لان علي هو مامي بنت. اوكي شكرا باي. شوفي عند نتالي. نتالي قاعدة عم تتمكش. علي مين اجا؟ مين اجا؟ مين هاي؟ انتظام. اجيتك انسى انتظام يا علي. خلاص خلاص علي بده يروح يرد يسمع الكلمه. امشي امشي انا وياك على المطبخ. روح روح الغسيلات وكمان اشتري الجلي. يي وش الجلي؟ قولي يا علي عندك كثير شغل. يا حرام يا علي يا حرام. يلا معلش روح جيب الكرسي وتعالي نشي الجليات انا وياك. يلا بسرعه بسرعه علوشي علوشي عم تضب الغسيلات. تقبرني برافو عليك. الواحد لازم يسمع كلام امه ويقدر امه الحلوه القديمه. برافو عليك يا بطل برافو عليك يا بطل. برافو عليك يا بطل. يلا نزيل امي نزيل بكفي. حطوا هدول عند الشوفاش تعا خذ غيره. خلصتوا؟ لا لا عليكو عني عم يطب الغسيلات عم يطب الغسيلات. ليكو هاد ايدك ماما. لكن الجلي وقع الغسيلات على الارض والجلي كمان هلا رح يضبه. لا تواخذينا انسى انتظام. اوكي ليه طب ليه عم يحط الغسيلات بالارض. يلا علوشة تعال نكمل الغسيلات. يلا روح ضب انا رح الاخوه تبعي. يا حبيبي على هيك امها. شو علي يساوي لي قهوه؟ علي بده يساوي له القهوه. علي الله يعين علي. شو بده يلحق لي يلحق. الله يعين علي. شو بده يلحق شو بده يلحق علي ليلحق. شو هالام اللي عندك خلتك تغسل هدول. اوعيك يا قلبي. يلا انا بساعدك. يلا هات الباقي. شوف شوف هل 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 امك هاي. تعال حملك يا تعال حملهم حملهم على اللوقه خو. والله هلا اليوم بدك تنام طب مع خليتك تشتغل جوليا. والله يا ماما حاسس حالي مثل سندريلا. سندريلا اللي عايشه مع اخواتها يلي ومع مرت ابوها. هاي مو ام هاي تقولي مرت ابي. يلا روح سوي جليات وبعدين بتقدر تساوي هدول. تعال يلا تعال نجي جليات. وهي فيت على المطبخ وحطيت المريولة وبدي بلش اجلي. شو هذا يا انا بحياتي ما جليت. شلون هيك بدي اجلي؟ قال جوليا صارت امي قال عملتني مثل سندريلا. اغسل الصحون وساوي الجليات وضب الغسيلات. انا بفرجيكي يا جوليا انا عم فكر صير ابوكي ليوم كامل. والله لخليكي يعني بحياتك ما تشتهي هيك أب. انا لكن هلا عم تخليني اجلي بعد ما امي كانت مدللتني اخر العنقود. طيب يا جوليا رح اعمل هذا الفيديو وبعدين رح افرجيكي لما بدي يصير ابوكي شو بدي اعمل فيكي. امري لله. ناوليني هالمعجون ماما ناوليني هالمعجون. ايش انت اي شو هيك علي شو شاطر ضب لك الغسيله وعم يجلي شاليا كل شيء عم يعمله مثل ما بدك يا هالام الكريمه انت النشيطه. شو عم تساوي علي؟ عم يجلي الغسيلة عم يجلي الجليات. هيك قالت لأمه أمه الجديدة. خلص لك الجليات أنسة انتظام قصدي أمه جوليا. منيح شايفة علي شو شاطر. يلا علي غسل إيدك حبيبي ونشفها. ليه وقعت المريولة تبع علي. خذ حبيبي نشف إيدك. بس ايش عم بدي اشوف المطبخ. كله نظيف نظيف المطبخ. نظفه علي نظفه. شو هذا؟
هلا هذا كله بده يعمله علي، ما حرام عليكي. هذا كمان، هذا كمان جلي. علي كله بده يعمله هذا الجلي، مو حرام؟ شو هذا؟ يا حبيبي بدك قتلة؟ خذ لي اياها يا العصاية، خذ لي اياها. اوكي راح لسه سوي شات وسوي لي قهوة. بدك قهوة كمان؟ حبيبي وانت بترد عليها يا حبيبي على دولا. امشي لحتى نروح نساوي سندويشات مثل ما قالت امك جوليا، امك الجديده. كمان قهوه. بدك قهوه كمان؟ يا علي انا تعبان يا قلبي. شو هالام هي هيك عم تتعبان؟ بتخليك تلف كمان السندويشات لتاكل؟ يا قلب قلبي انا تعبان كثير. علي شوفوا مين عم يضحك عليه. نتالي تعا امي تعا تعال ساعدك بالسندويشات. كانت باطلة ومحولة، نخلي اختك جوليا هي اللي تعمل لك تصير امك. اوكي جايز، اول شيء بتجيبوا خبزتين بتحطوهم على الصحون، طيب؟ وبتجيبوا معلقة تفتحوا السوفت تشيز، اي شيء بدكم اياه عندكم، يعني يكون جبنة، لبنة، زبدة، لانه لاختي جوليا، قصدي لامي جوليا، مو جاي على بالي احط لها شيء. قولي اجت سمعتني. حطي له الاغراض وهو بيساوي الاكلام. علي يا ابني يا علي، شنشحت بغياب امه. يا عمري صار عم يعمل فطور علي. سندريلا. شو هو صار؟ سندريلا. يا عمري صار سندريلا. علي قال انت صرت سندريلا. يا حبيب قلبي. بس انت مبسوط مو؟ لوك. لوك. لوك سو ماتش. يمي كيف طيبة. يا سلام. سوي لي أحلى سويشة زبدة ودجاج. بدك زبدة ودجاج؟ قلي له لعلي. علي قلي زبدة ودجاج. بدها باتر اند تشيكن. بدك تعملها ولا بدك تعمل لحالك جبنة؟ That's funny. أمري لا الله، بس اتركوني شوي لحوستي شوي، والله كتير جوعان. هاي أمي جوليا تركتني من الصبح لهلا بلا أكل، وقد ما شغلتني قد ما شغلتني ما عاد عرفت، لا حتى صاروا عصافير بطني عم تزقزق. سمعاني ماما عصافير بطني سمعانتيون؟ هذا كلياته من ورا بنتك جوليا، قصدي من ورا أمي جوليا. الله يعين ولادك يا جوليا. قالوا شو بدك؟ بدها سندويشة زبدة ودجاج. الله يعيني انا، بس والله جاي عبالي ما حط لك بهالسندويشة شيء، اتركك اياها فاضية هيك خبزة. بس يلا ماشي الحال، بكرة فرجيكي انا وقت بدي اصير ابوكي. والله لجننك يا جوليا، طوري بالك طوري بالك علي. بس القهوة. اوكي انت شو عم تعملي؟ عم تسقي الزريعة؟ والله منيح طلع منك شغلة انسي ماما. جوليا لازم تساعدي ابنك هيك تركتيه يحمل الصحون. تركيه ماما تركيه، انا بفرجيها بكره لما بدي اصير ابوها. احملي عني الله يخلي لي اياكي. بتعرفي يا امي جاي على بالي اكل سندويشه جوليا، ما خليها تاكلها لحالها. جوليا نيد هيلب. تقدر لحالك؟ لا. اوكي تمام. لا هيك بلبس هالمقلوب يا علي. وقول امك ما بتساعدك، هي امك جوليا ساعدتك. علي ساعة وشكرا.